السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلوب ازاي نعمل ريلينج ونحط فيه زجاج، يعني هنعمل ريلينج ويكون زجاج ترابزين. فممكن هتلاقي في قلب الرامب وقلب الستير ريلينج، بس احنا هنستخدم الريلينج دوت. وشرحنا في فيديو قبل كده ازاي تعمل في قلب الستير، موضوع سهل وبسيط مفيهوش مشاكل. وحتى ممكن ترسم الريلينج اللي هنعمله دلوقتي ترسم على الرامب والستير بدون اي مشاكل خالص. طيب تعالى نرسم بالشكل دوت واقول له اوكي، هيطلع معايا بالشكل دوت. طب تعالى ندخل ايديت، ارتفاعه كام؟ 90 سنتي. طيب جميل، ده العادي. طيب خلينا بقى ندخل بقى في نيو فاميلي، كل فاميلي مختلفة، فاحنا هنختار طبعا بروفايل واختار بروفايل ريل بحيث لما يتحمل يتوجد في الريل على طول. اوبن. طيب هقول له بقى ان انا عايز ارسم لاين اهوت، واخليه من هنا لهنا، والارتفاع هيبقى 90. حتى لو هي ما اتعملتش مظبوطة ممكن تيجي هنا وتعلم على الجزء اللي فوق دوت، وتيجي هنا تقول له انا عايزها 90 بالشكل دوت. وتقدر طبعا تثبت الجريد دوت زي ما انت عايز، تقدر تقفله زي ما انت عايز، ممكن تقول له الاين. ده المحاذاة للخط ده، ممكن تعمل ده مع ده بالشكل دوت. ده الريلينج بتاعي، البروفايل بتاعه. هقول له لود انتو بروجكت، ممكن تغير اسمه للاسم اللي انت عايزه. طيب تعالى نخش في 3D. هاجي هنا واقول له اديت تايب، واقول له هنا اديت، واقول له كل الريلينج دوت كل واحدة فيهم على ارتفاعين، ده على ارتفاع 70 70، وده على ارتفاع 6 5، وهكذا. ده 115 سنتي، ده 25، ده 40 سنتي، وهكذا. طيب كل ده انا مش عايزه. طيب انا خلي ده صفر، معنى كده ان هيبدا من هنا. طيب الاوفست مش عايزه، البروفايل هسمي فاميلي 2 زي ما قلنا، نقدر نغير الاسم اللي احنا عايزين. وممكن تدوس هنا وتقول له انا عايز زجاج، فهو هيبدا يحمل الفاميلي وتبدا تظهر معايا ابلاي. اوكي. طيب هاجي برضو هنا، وطبعا انت مش محتاج تبدأ بقى تشوف هل انت عايز في الاول في الاخر في النص زي ما انت عايز. ممكن نقول له نون، اهو ظهر معايا بالشكل دوت. ولو انت قلت له انا عايز اعمل ريندر هيظهر معاك بالشكل دوت. فكده احنا عملنا الـ كله زجاج بالشكل دوت.